في زحمة الحديث عن إرادة أمريكية بحوار غير مشروط مع إيران، طرح آخر ورغبة أمريكية بتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي هي آخر ما تفتقت عنه الذهنية الأمريكية. تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي كما يسميه الأمريكيون سيضم واشنطن وعواصم عربية. لا يحكى هنا عن مكانة إسرائيل في أجندة التحالف الجديد، هل هي عدو أم خصم؟ الهدف المعلن من إنشاء الجسم العسكري هو مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة. الاقتراح المقدم ليس الأول من نوعه في تاريخ العرب، ولم يتحقق أي مما سبق. فما الذي قد ينقل هذا المشروع من حيز الرغبة إلى دائرة الوجود؟ ما الجدوى منه في وقت يعد فيه الأمريكيون العدة للخروج من سوريا؟ وإذا كان الرئيس ترامب صاحب الفكرة، فأي علاقة تجمعه بخطة صفقة القرن؟ هل حقا إن هدف التحالف هو مواجهة إيران؟ أم أن له أغراضا تبقى غير معروفة؟ وإذا كانت النية الأمريكية المعلنة عدم إسقاط الحكم في إيران، فما الغرض من الناتو الجديد؟ للنقاش معنا في الاستوديو سمير الحسن الخبير في الشؤون العسكرية، وعبر الإنترنت أمين أو أيمن سمير، وهو رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا في حوار الساعة. نتحدث طبعا عن الناتو العربي، هذا الفكرة والطرح الذي يقال أنه عربي ويقال أنه أمريكي ويقال أيضا أنه من خارج الفضاء العربي أيضا والأمريكي. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ سمير الحسن في إحدى أو بأبرز تصريح عربي رسمي، هو كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن ترحيب الكويت بهذا المشروع، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت هذا المشروع وهو تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي وليس كما ينقل في الإعلام العربي بأنه ناتو عربي. ابتداء من الناحية العسكرية، هل هناك إمكانية لإنشاء جسم عسكري جديد في العالم العربي وسط كل هذه الخلافات والأزمات القائمة فيه؟ بالدرجة الأولى أنا أعتقد كل فكرة الأحلاف الدولية بالمعنى التقليدي الكلاسيكي لم تعد يعني قائمة أو مجدية. حلف شمال الأطلسي أنشئ في مرحلة لمواجهة السوفيات وتحديدا حلف وارسو، لم يقدم يعني إنجازات كبيرة جدا، قد يكون بلغ الذروة في عاصفة الصحراء حرب الخليج الثانية، ولكن في حرب ليبيا بدأ بالترهل والأفول، لم يستطع أن يحسم معركة ليبيا إلا خلال 8 أشهر، كان يفترض خلال أسبوع. لذلك فكرة الأحلاف كالتي جرت في السابق وهي حتى بتلك الحقبة دخلت في مرحلة الحرب الباردية، لذلك ليست نموذج لاستنساخه الآن. فكرة الآن إيجاد ناتو عربي أعتقد يتعذر، أولا مجلس التعاون هو ليس على رؤية سياسية واحدة، التباينات كبيرة بالرغم من التصريح الكويتي إنما الكويت عمان لن يدخل في أحلاف ضد إيران. التباين أو الخلاف الآن بات عميق جدا بين قطر الإمارات. تجربة الحلف العربي الذي شن العدوان على اليمن لم يكن ناجح حتى تستطيع إعادة إنتاج حلف من نفس القوى. مصر لا يمكن إلا أن تشارك بالإطار السياسي، لن تستطيع يعني الخروج بجيوشها إلى خارج مصر. باكستان لا يمكن بعد فوز عمران خان بالانتخابات أن تكون جزء من هكذا حلف، لأن باكستان ممكن أن تشكل قوة حقيقية وفعلية، إنما بعد فوز عمران خان الذي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع إيران أكثر فأكثر وينتقد السياسة السعودية. إسرائيل إذا كانت جزء من الحلف ستكون بال يعني لم يتم الحديث بعد يعني بشكل رسمي عن إسرائيل، لكن هو سؤال يطرح نفسه لأنه من خلال التسمية هو تحالف الشرق الأوسط من خلال الاستراتيجي. التسريبات
مطروحة إسرائيل على المستوى الأمني، أن تؤمن يعني بنك أهداف، أن تعمل بعيد عن يعني العمل العسكري المباشر، ولكن لها دور. يعني ربما هناك رأي مثلا تصرف في أحد الصحف، هناك آراء كثيرة أن تكون جزء من هذا التحالف. أنا لا أرى حتى الآن يعني من إمكانية، يعني لا توجد قوة حقيقية فاعلة تستطيع إنشاء هكذا حلف شمال أطلسي له عقيدة عسكرية خاصة فيه، عنده قيادة عمليات موجودة في بروكسل. ولكن بكل الحالات أنماط القتال أو أساليب الحروب تغيرت، لم تعد تقليدية حتى بمواجهة مع إيران. إيران لا تعتمد المواجهة طبعا المباشرة. هو تشكيل التحالف مرتبط بالأهداف التي وضعت من أجله أستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. طبعا لمن يقرأ في التاريخ قليلا يجد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام 2015 تحدث أو دعا إلى فكرة تشكيل قوى أقليمية أو قوى عربية لمواجهة الإرهاب أنذاك، وكان يوم في يومها كان الإرهاب ينتشر بشكل كبير جدا في شمال سيناء. تم الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني أيضا خلال زيارته للأردن، الحديث عن فكرة إنشاء قوى عربية أو قوى أقليمية. يعني مصر في الأساس طرحت هذا الموضوع في عام 2015. الآن موقف مصر ما هو في الطرح القادم من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أولا صباح الخير عليك أستاذ محمد وعلى ضيفك الكريم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد الموقف المصري هو دائما ضد تشكيل المحاور وضد تشكيل الأحلاف. مصر حتى منذ الخمسينات كانت ضد هذه الفكرة، وبالتالي حديثا عندما طرحت الولايات المتحدة الأمريكية أو نقل عن الرئيس ترامب أنه يريد أن يرسل قوات عربية إلى سوريا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان واضح وصريح وقالت أن مصر لا يمكن أن ترسل قوات إلى أي دولة خارج الحدود المصرية أو خارج الإقليم المصري. مصر بتحارب الإرهاب في سيناء وبتحارب الإرهاب في أكثر من مكان. لدينا يعني ليبيا بالجوار فيها إرهاب، وتأمين الحدود معها في غاية الأهمية. أيضا الحدود الجنوبية تتلامس مع الحدود الليبية القريبة من منطقة الساحل والصحراء، وهذه منطقة فيها عمليات إرهابية كبيرة للغاية. وبالتالي الدولة المصرية لا تفكر ولم تفكر في اعتقادي في مثل هذه المشاريع. ما الفرق سيد أيمن؟ لأنه في يونيو عام 1988 وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي دعا إلى تشكيل منظمة عسكرية عربية لمواجهة التحديات العربية، وذلك في قمة عسكرية كانت في القاهرة بحضور كان طبعا دول عربية إلى جانب باكستان. ما الذي يمنع اليوم أن يكون هناك الموقف مصري موقف مختلف؟ يعني هذه سمعناها في على لسان وزير الدفاع وأيضا على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي عندما طرح هذه الفكرة في يناير 2015 كان يتحدث عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لأن كما تعلم المنطقة العربية أصبحت مخترقة من جهات يعني كثيرة جدا، في مقدمتها كما ترى الجماعات الإرهابية والمتطرفون يأتوا من كل مكان. كان الهدف من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت هو محاربة الإرهاب والإرهابيين وتأمين حدود الدولة الوطنية التي تعرضت لخطر كبير منذ 2011 وحتى الآن. لكن فكرة إرسال قوات مصرية إلى الخارج، مصر لا ترسل قوات إلى الخارج إلا في إطار قوات حفظ السلام الدولية. مصر هي من أكبر 10 دول تساهم في قوات حفظ السلام الدولية بموجب قرار من الأمم المتحدة وبموجب قبول كل أطراف النزاع سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها. لكن فكرة تشكيل ناتو عربي أو إرسال قوات أو ما إلى ذلك، أنا في اعتقادي هذا الأمر بعيدا تماما، وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنسى هذه الفكرة بعد فترة. لكن هناك سؤال في غاية الأهمية، لماذا تطرح الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفكرة في عهد الرئيس ترامب؟ معروف ان الولايات المتحده الامريكيه يعني لديها فكره منذ عام 2012 تسمى فكره الاستداره شرقا، بمعنى انها تترك منطقه الشرق الاوسط وتذهب الى الصين وجنوب شرق اسيا. منذ ذلك التاريخ الولايات المتحده الامريكيه لم تستثمر دولار واحد في الامن في منطقه الشرق الاوسط. هي لديها 28 ألف جندي و500
في الخليج، لديها 5000 مستشار عسكري أو جندي في العراق، ولديها 2000 أيضا في سوريا. نعم. الرئيس ترامب لديه خطة لسحب كل هذه القوات في المدى المتوسط والبعيد، وسوف تحل محل القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية قواعد أطلنطية، وهذا معلن وهذا معروف في خطة الأطلنطي. الدليل على ذلك أن أكبر توسع في القواعد الأجنبية في الخليج هي للقواعد الفرنسية والقواعد البريطانية. وتريزا مي لما حضرت قمة مجلس التعاون الخليجي، نعم، أعلنت عن استثمار 10 مليارات جنيه استرليني في الأمن في منطقة الخليج. أيضا رأينا الحماسة الفرنسية والبريطانية في الضربة الأخيرة أو العدوان الأخير الثلاثي على سوريا. لماذا كان هذا الحماسة؟ لأن بريطانيا وفرنسا لها قواعد الآن في سوريا، وتحديدا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا، ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي فكرة الانخلاع الأمريكي وترك أمريكا لمنطقة الشرق الأوسط، تريد أن تترك حلفاء دوليين لها هم بريطانيا وفرنسا، وتريد أن يكون هناك مشاركة من الأطراف الإقليمية لحفظ الأمن في المنطقة. لكن أنا في اعتقادي هذه الفكرة فكرة فاشلة ولن تنجح، لأن قدرات فرنسا وبريطانيا أقل بكثير من القوات. هناك حديث عن تنافس الأمريكية. عن تنافس فرنسي بريطاني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما على السوق الإيرانية، وخاصة بعد الاستدارة الأمريكية باتجاه فتح حوار مع إيران، إضافة إلى الحديث على أنه الناتو عربي بمشاركة أمريكية دون الحديث عن بريطانيا أو فرنسا أو قوة أخرى، وكأنه هو غمز من وجود هذه القوات في الخليج كما أشرت حضرتك. لكن قبل ما نسمع وجهة نظر الأستاذ سمير في ما تقدمت به من طرح أستاذ أيمن، نجد في صحيفة أو في موقع العين الإخباري، وهو موقع إماراتي وتحت عنوان الناتو العربي الفكرة والمتطلبات، كتب علي الخشيبان مؤكدا أن الناتو العربي ضرورة ملحة للأمن القومي العربي، وأن وجوده يكرس الاستقرار لا الحرب. نشاهد معا. العين الإماراتية، الناتو العربي الفكرة والمتطلبات، الدكتور علي الخشيبان. تجربة الناتو الأوروبي مع أمريكا ليست حكرا في تنفيذها على دول بعينها، فالدول العربية يمكنها أيضا أن تعمل في هذا الاتجاه، والتحالفات سواء كانت سياسية أو عسكرية، إنما هي تعبير دقيق عن وعي سياسي مشترك بين مصالح الدول. الفراغ الذي تركه عدم وجود مثل هذا التحالف في المنطقة العربية شجع دولة ثيوقراطية مثل إيران كي تمارس نفوذها وتتدخل في العمق الاجتماعي والإيديولوجي لدول عربية نعرفها اليوم. لهذا السبب فإن فكرة ناتو عربي لا يجب النظر إليها لكونها مدعاة للحرب، ففكرة ناتو عربي إنما تشكل ذراعاً عسكرياً يمكنه المساهمة في ترسيخ الأمن القومي العربي. المؤشرات تقول إن دولاً قوية على المستوى العالمي سوف تكون من بين أعضاء هذا الحلف العربي، وهذا ما سوف يكون ضرورياً لانطلاقة هذا الحلف، ليس من أجل رفع شعارات الحرب، وإنما بهدف صيانة الكيان العربي بطرق حديثة، وخاصة أن هذا الحلف بتكوينه العسكري سوف يسهل عمليات التوافق السياسي بين أعضائه بشكل سلس. كل الدول التي سوف تشارك في هذا الحلف سوف تجد نفسها أمام تحديات أمنها القومي إيديولوجيا وثقافيا، إضافة إلى التأثيرات السياسية التي سوف تنشأ في حال ترك المجال لدول مخربة، حيث فرصة التدخل في دول العالم العربي. أستاذ سمير، إذن هي الفكرة ليست من أجل قيام عمل عسكري بقدر ما هي حماية للأمن القومي العربي، مواجهة التحديات لا سيما الإيديولوجية والثقافية، وفي إشارة واضحة جدا إلى إيران فيما يتعلق بما يسميه الخليجيون وهو تخريب إيراني في منطقة الخليج. إلى أي حد بالفعل كفكرة أساسية يمكن القول أنها بالفعل قادرة على التحقق والخروج لتثبيت الاستقرار وليس لإنشاء تحالفات بمواجهة أعداء جدد؟
وكأننا يعني نتحدث عن وضع مثالي الآن، لا توجد يعني رؤية واحدة عن كل دول المنطقة. هذا الكلام يحتاج إلى تمهيد وإعادة يعني ترميم. في تباين بين الإمارات والسعودية، في اقتتال بكل المنطقة. لا نتحدث عن الدول العربية ككل، يعني حتى فكرة الناتو يتم الحديث فيها عن بعض الدول العربية. مجلس التعاون الخليجي ليس بالضرورة كل مجلس التعاون الخليجي. لا توجد الآن يعني رؤية سياسية واحدة. الآن التباينات يعني تصل إلى حد يعني الخلافات العميقة. لا نستطيع الآن أن نتحدث عن وضع مثالي. كان أولى أن يتم إعادة ترميم كل منظومة المنطقة قبل أي طرح. أنا أعتقد الأمريكان يريدون مسألتين، المسألة الأولى تهديد إيران، المسألة الثانية إطالة الحرب على اليمن. هذا التحالف له تجربة الآن في اليمن، هو الآن ما يطرح أنا أعتقد يندرج في سياق التهويل. ولماذا لا يقال أنه التحالف القائم الآن سعوديا في اليمن هو باكورة هذا المشروع ونواته الأساسية التي أثبتت إلى حد ما إمكانية خروجها إلى حيز الوجود؟ ولكن هل تستطيع الآن إعادة إنتاج تحالف يشن حرب يعني فشلت بكل المعايير على اليمن؟ الآن لا توجد يعني إنجازات عسكرية حتى يعني تستطيع استنساخ هذه التجربة. الآن ما يعيشه يعني دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية الإمارات من أزمة حقيقية وفعلية، إذا كانا لا يستطيعان حسم معركة مع مقاتلين يعني يشبه أو تشبه يعني الجيوش الشعبية، لا تمتلك منظومات عسكرية، لا تمتلك يعني جيوش محترفة، هي أقرب إلى حرب العصابات، هي أقرب إلى يعني نوع من التماهي بين اللجان الشعبية والقبائل وأنصار الله. فكيف ممكن أن تعمم هذه التجربة الآن على حجر؟ أنا أعتقد الأمريكي يريد إدراج هذه الفكرة بالمعنى النظري وليس الجدي من يعني في سياق التهويل. يعني هو طرح، تقصد طرح أمريكي غير جدي غير واقعي؟ أنا أعتقد يعني الفكرة الآن يعني ميتة، يعني لا يوجد لها مستند علمي. ما الهدف؟ نوع من التهديد والتهويل باتجاه إيران. يعني بنفس الوقت هو يتحدث مع إيران عن حوار غير مشروط، يعني أمريكي غير مشروط أمريكيا. تخيل أنه الأمريكي يقول للإيرانيين تعالوا لنجلس على الطاولة ودون حوار أفرضه عليكم أنا ودون شروط مسبقة. يعني أولا هي جاءت بعد الإخفاق الكبير في الحديدة في الساحل الغربي. أعتقد كان الأمريكي يعول أمل على جبهتين، أن لا يستطيع الجيش السوري أن يذهب إلى الجنوب السوري ووضع خطوط حمر. نجح الجيش السوري بكسره كما نجح أنصار الله بكسر التحالف في معركة الساحل الغربي الحديدة. لذلك من الطبيعي الآن أن يبدأ الأمريكي بنوع يعني من الاستدارة، ربما تحتاج إلى وقت طويل، ولكن حتى الآن يعني إذا كان الأمريكي يريد إجراء مفاوضات مع إيران، هذا أيضا لإخراج أوروبا من الاتفاق النووي. يعني أيضا يريد أن يتفرد وحده، ولكن الذي أسقط كل هذه المعادلات النجاحات العسكرية. أنت الآن تتحدث يعني عن فكرة غير يعني لا يوجد لها مستند علمي، إنما هي مجموعة من التصاريح. و أي حلف عسكري كحلف الناتو هو يحتاج إلى إطار، هو أقرب إلى نموذج يعني الدفاع المشترك. الدفاع المشترك العربي لم يجري أي تدريبات عسكرية خلال كل فترة الجامعة العربية إلا سنة 72. لذلك هذه الفكرة خاصة الآن مع التحولات الكبرى في المنطقة، أنا أعتقد الفكرة ولدت ميتة غير قابلة للتطبيق. طبعا هو نعم ستصطدم فيما بعد في واقع آخر، وهو الانقسام سيشتد أكثر عندما سيتم. طبعا سنتحدث في تداعيات ذلك، لكن على ذكر الدفاع العربي المشترك أستاذ أيمن، طبعا في عام 82 المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بدورته الثالثة أقر ما يعرف بقوات درع الجزيرة، اللي هو قوات عسكرية مشتركة بين دول الخليج، لكن حتى اللحظة لم نجد لها أثر ووجود باستثناء قوات سعودية دخلت إلى البحرين في الأزمة المعروفة آنذاك بعدما يعرف بالثورات.
التقارب في وجهات النظر المصرية الإماراتية السعودية تقديركم إلى أي حد تساعد بالفعل في بلورة نواة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج قوة إلى حيز الوجود خلافا للتجارب السابقة عربيا التي لم يكتب لها النجاح؟ البعض يقول ربما لأسباب كانت مرتبطة بالتباينات والخلافات بين الدول العربية. يعني طبعا أولا أنا أتفق تماما مع أن التباينات الحادثة سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي، يعني لدينا مثلا الآن قطر، عمان، الكويت في اعتقادي في مسار مختلف عن البحرين، السعودية، نعم، ومعهم الإمارات، وبالتالي نحن عندنا ثلاثة ضد ثلاثة أو ثلاثة مش متفقين مع ثلاثة، هذا من ناحية دول الخليج. باقي دول المنطقة أنا في اعتقادي لا توجد دولة مستعدة للدخول في الناتو العربي، يعني هم تحدثوا مثلا حتى عن الأردن، الحاضنة الشعبية في اعتقادي في الأردن ضد هذا التحالفات، والقيادة في الأردن لا تخاطر بالدخول في أي مشروع سياسي أو عسكري لا يكون له قبول في الداخل. نفس الأمر بالنسبة نحن هنا في مصر، مصر أعلنت أكثر من مرة أنها هي تؤيد الحلول السياسية والسلمية في أي صراع أو في أي خلاف، وبالتالي فكرة إرسال جنود لكن إلى الخارج، انخرطت بعمل عسكري في اليمن إلى جانب السعودية في بداية الأزمة، كان معروف يعني وكانت التصريحات واضحة لجهة التدخل العسكري المصري في الوضع اليمني. يعني أولا معروف أن العضوية مصر في التحالف العربي هي بتقتصر على حماية البحر الأحمر فقط، وكما هو معروف البحر الأحمر مهم جدا لقناة السويس وتأمين السفن، لأن ده جزء أساسي ليس فقط الأمن القومي المصري لكن أيضا بالنسبة للاقتصاد المصري. لك أن تتخيل أن تتوقف مرور الناقلات مثلا في قناة السويس، وبالتالي المصريون ذهبوا إلى هناك لحماية مصلحة حقيقية. لكن هل أحد أثبت في يوم من الأيام أن هناك جنود مصريين على الأرض؟ هذا غير موجود، ولا يمكن للدولة المصرية أن تنخرط في ذلك أو ترسل قوات إلى الخارج. كما ذكرت مصر ترسل فقط قوات ضمن حفظ قوات حفظ السلام الدولية تحت راية الأمم المتحدة بعد توصل الأطراف المعنية إلى اتفاقيات سلام فقط، لكن مصر لا ترسل قوات تحارب دولة أخرى أو تشن حروب لدولة أخرى. وبالتالي كل ما يطرح في تصوري فيما يتعلق بالناتو العربي هي فكرة أمريكية بدأت حتى قبل ترامب. نتذكر قمة كامب ديفيد في 2015 ما بين الدول الخليجية والرئيس باراك أوباما. وقتها طلبت الدول الخليج أمران من الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت أن تحصل على طائرات F-35 ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبت أيضا أن تدرج ضمن المادة الخامسة في حلف الناتو، بمعنى أن تمتد مظلة الحماية من حلف الناتو في أوروبا لدول الخليج، وأيضا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها طرحت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس باراك أوباما فكرة أن يكون هناك ما يسمى بالدرع الصاروخية الموحدة في منطقة الخليج، وهذه تتكلف تقريبا من 100 إلى 150 مليار دولار، وكان هدف أوباما أن يحصل على أموال أيضا من دول الخليج، لكن أيضا الفكرة ماتت ولم تتم. وبالتالي ما طرح أيضا في قمة الرياض هي نفس الفكرة، أن يكون هناك منظومة دفاع موحدة صاروخية لدول الخليج. هذه أقصى الأماني الذي يمكن أن تصل إليها هذه الفكرة، لكن فكرة حتى تشكيل قوة عسكرية برية أو ما إلى ذلك ما بين دول الخليج نفسها أنا في اعتقادي الآن حتى غير مطروحة، لأن عندك ثلاث دول مثل الكويت وعمان وقطر لا يمكن أن تشارك في هذه القوة إذا ما كان هدفها محاربة إيران. وبالتالي يعني الطرح الأمريكي هو طرح جدي لجهة مظلة دفاع صاروخية لمنطقة الخليج، تقديركم ذلك؟ صحيح، يعني هذه الفكرة الأمريكية تقتصر على هذا الأمر، وهذه الفكرة قديمة منذ أيام باراك أوباما. وأعتقد هناك بعض الصحف الأمريكية زي نيويورك تايمز وغيرها أشارت إلى أن هناك اجتماعات حدثت في الأسابيع الماضية بين مسؤولين خليجيين وليسوا عرب وبين الإدارة الأمريكية تحدثوا في هذا الإطار. من هذا المنطلق تحدث وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور خرقاش وقال أن الإمارات مستعدة أن ومنفتحة على أي أفكار للعب دور يعني أمني في المنطقة الخليجية، ولم يتحدث عن المنطقة العربية. وبالتالي أنا في اعتقادي كل هذه الفكرة تقتصر على دول الخليج. لا يمكن لهذه القوات أن تذهب إلى سوريا مثلا،
لا يمكن لهذه القوات أن تذهب إلى أي مكان آخر فيه إرهابيين مثل ليبيا أو محاربة مثلا بقايا داعش في العراق. هذا الأمر يعني مرفوض وغير موجود، ولا يمكن لأي دولة أن تخاطر بجنودها لكي ترسلهم إلى أي مكان، خصوصا أن كل الدول العربية الآن لديها مشاكل اقتصادية، لديها مشاكل سياسية، عندها مشاكل الإرهاب، وبالتالي لا توجد رفاهية إرسال القوات إلى سواء كانت يعني عربية أو خليجية إلى الخارج. طبعا إضافة لما ذكرت حضرتك، الدكتور أنور قرقاش وهو وزير دولة في الإمارات قال عن الأمن العربي بشكل عام ليس فقط عن أمن الخليج، وقال أنه لن يسمح لإيران أن تبقى في تخريبها في منطقة الشرق الأوسط. طبعا التحليلات تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما مع التصريحات الواضحة والرسمية من الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا ترغب بتغيير النظام، نظام الحكم في إيران. ما الجدوى إذن من هذه المظلة أو الناتو العربي؟ هل هو لمواجهة من يعتبرون أتباع أو حلفاء إيران كحال حزب الله في لبنان؟ بعد الفاصل مشاهدينا نسأل عن إمكانية أن يكون المواجهة على تلك الشاكلة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. حوار الساعة يرحب بكم مشاهدينا من جديد. نتحدث في هذه الحلقة عن فكرة الناتو العربي، وهي فكرة أمريكية مطروحة حديثا. طبعا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سمير الحسن، خبير في الشؤون العسكرية، ومعنا عبر الإنترنت الأستاذ أيمن سمير وهو رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. عن الأزمة السياسية بين إيران ودول الخليج والمشروع الأمريكي لحل القضية الفلسطينية، كتب نبيل عمر في الشرق الأوسط السعودية أن مواجهة السياسة الإيرانية تتطلب تمسكا بالمواقف القومية تجاه النزاع مع إسرائيل لا تخليا عن هذه المواقف. أما جهاد الزين فجزم في صحيفة الحياة اللندنية أنه لا توجد سياسة خارجية أمريكية في الشرق الأوسط. نشاهد معا. الشرق الأوسط السعودية، مشروع سياسي قتلته السذاجة. نبيل عمر. أي محلل سياسي وأي صانع قرار لا ينكر جدية النزاع الخليجي مع السياسة الإيرانية التي لا تخفي سعيها إلى الهيمنة على ما حولها وحتى على المدى الأوسع. المنطق البسيط يقول حيال ذلك إن مواجهة السياسة الإيرانية تتطلب تمسكا بالمواقف القومية تجاه النزاع مع إسرائيل وليس تخليا عن هذه المواقف. وبحساب منطقي بسيط فإن السجال مع إيران والدخول الأمريكي الإسرائيلي على خطه أفرزا معادلة سياسية مضادة مفادها لكي يحجم النفوذ الإيراني ويحد من التوسع الذي يتخذ غالبا غطاء فلسطينيا مقدسيا، فلا مناص من حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام التي وضعتها السعودية وتفهمتها إن لم نقل تعاملت معها إدارات أمريكية سابقة، ولا تزال تشكل رؤية واقعية متوازنة لسلام عربي وإسلامي وفلسطيني فلسطيني إسرائيلي. الحياة السعودية، ترامب لا سياسة خارجية له. أقول بأوضح كلام أستطيع قوله إنه لا سياسة خارجية أمريكية في الشرق الأوسط. إدارة دونالد ترامب تؤيد إسرائيل تأييدا كاملا شاملا، وأعود إلى اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتتاح السفارة في 14 من أيار مايو الماضي، وهو ما يسميه الفلسطينيون النكبة، أي ضياع غالبية فلسطين في أراضي 48 وما بقي منها بعد ذلك. الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل نحو 135 بليون دولار من المساعدات منذ تأسيسها، وهو أكبر مبلغ دفعته لبلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
أكثر المساعدات الأمريكية عسكري، ما يجعل إسرائيل في المرتبة 14 أو 15 كأقوى دول العالم. هي تملك نحو 80 قنبلة نووية. إذن هذا ما قاله جهاد الخازن في صحيفة الحياة، أن الموقف الأمريكي هو موقف دائما منحاز إلى جانب إسرائيل، وأن لا سياسة خارجية ثابتة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ سمير، إلى أي حد إسرائيل على تماس مع هذا المشروع، مع هذه الفكرة، فكرة الناتو، طالما لا يتم الحديث عن العداء لإيران، عفوا العداء لإسرائيل، وإنما يتم التركيز بشكل مكثف على أن هذا الحلف إن أمكن له الخروج إلى الحياة هو لمواجهة ما تقوم به إيران بين قوسين من أعمال تزعزع به الدول العربية؟ فإذا المعضلة الأساسية هي فلسطين، إيران هي عمل مساعد وليست يعني لاعب أساسي بتشكيل هذا التحالف. لا، يعني أولا هي تبرير لدول الخليج لإنشاء هكذا تحالف لتمرير تبرير أمام من؟ أولا يعني معروف أنه تمرير صفقة القرن يحتاج إلى تصفية القضية الفلسطينية وكل الدول الحليفة. أنا أعتقد القضية الفلسطينية كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وستستمر يعني هذه القضية لأنه قضية مركزية للأمة. لذلك كل المحاولات الآن من يعني تحويل كل الأنظار باتجاه إيران، هي إيران عامل مساعد، كانت إيران أو طيب لم تكن. يعني قد يفهم البعض مسألة الصراع العربي الإسرائيلي ليس مرتبط فقط في جيد موضوع، لكن قد إيران. يفهم البعض أنه الموقف الأمريكي، مصلحة الأمريكية تقتضي أنه غض النظر عن إسرائيل والاتجاه إلى استعداء إيران، مصالح الولايات المتحدة الإيديولوجية والاقتصادية والسياسية تتطلب ذلك. لكن كيف يمكن أن نقول أنه هذا موقف خليجي؟ يعني ما الفائدة الخليجية من فتح قنوات اتصال مع إسرائيل كما يشاع في مقابل فقط استعداء إيران على طول الخط؟ يعني الأمريكي الآن يرغب في فتح حوار مع إيران في حين دول خليجية تجد أنه لا، أنه لابد من التعامل بحزم وقوة مع 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 التدخل الإيراني في المنطقة. ما المصلحة إذا كان صحيحا بالفعل؟ يعني أولا الموقف الخليجي ليس جديدا، تدحرج حتى يطلق عليهم اسم دول الاعتدال، أعتقد كانوا سباقين لإيجاد يعني حل لهذه القضية، وإن كانت يعني بتصفية القضية الفلسطينية. أعتقد عندما وقف ترامب في الرياض مخاطب كل دول العالم كان هو يريد تصفية القضية الفلسطينية. الخليج يتمهى معه في كل الصراع العربي الإسرائيلي، لم تكن دول الخليج يعني قوة من ضمن الدول التي قاتلت العدو الصهيوني. في نهاية الأمر أنا أعتقد أمريكا لن تذهب بعيدا في الصراع مع إيران، لن تستطيع يعني إنشاء أحلاف عسكرية، بالعكس هي تريد الاستفادة من أنت تثق يعني بالنية الأمريكية في تصريحها بأنها لا ترغب بإسقاط نظام الحكم في إيران؟ لا، أنا أثق في التحولات العسكرية التي تحدث الآن، لا إمكانية لإسقاط إيران الآن جزء من تحالف الآن، وإن كان يتبلور بشكل أو على إيقاع بطيء. إيران ليست وحدة، هي جزء من كل القوى التي تريد استعادة فلسطين. إذا كان هناك بعض الدول الخليجية أو العربية تخلت عن هذه القضية المركزية، الآن هناك قوة من خارج السياق، قوة غير تقليدية الآن تشكل حلف حقيقي وفعلي. إلى من تشير؟ أشير إلى كل المقاومات الآن التي خاضت المعركة ضد المشروع الأمريكي منذ ما أطلق بالربيع العربي لتفكيك الجيوش العربية. الآن يوجد تحالف الآن يتماسك أكثر فأكثر قتلة في كل الساحات، في سوريا، طيب، في العراق. السؤال المنطقي اللي يطرح نفسه فكرة. أنا أعتقد الأمريكي سيذهب باتجاه إيجاد يعني تفاهمات وليس إلى بناء مع أحلاف مع كل دول المنطقة. سينسحب مضطرا من سوريا عاجلا أو آجلا، هو يريد مزيد من التفاهمات مع الروس، حتى الإسرائيلي سيخضع للأمر الواقع وسيعيد التفكير بالدولتين. طيب، لماذا لا يطرح السؤال بشكل مختلف أستاذ سمير، من أنه التراجع الأمريكي في سوريا أو الخروج كما يعلن عنه الروس، أنه في ترتيب للخروج الأمريكي من سوريا، هي عملية إعادة تموضع،
مع فكرة ناتو عربي جديد، مع دعوة إيران للحوار كتمهيد أو مماطلة لترتيب عمل عسكري ليس بالضرورة باتجاه إيران في الداخل، وإنما لضرب ما تقول أنه أدوات إيران في المنطقة في إشارة إلى حزب الله وغيره. يعني هل يمكن من الناحية العسكرية إمكانية عمل عسكري تقوم به إسرائيل بتفاهمات وتعاونات تحت ستار شيء من هذا القبيل ضد حزب الله في لبنان، يعني عمل عسكري في لبنان؟ الاحتمال أن تقوم إسرائيل في عمل عسكري، نعم هذا قائم، لأنه لم يعد هناك من أي خيارات لدى الإسرائيلي. أنا عندما يعني أتحدث عن الأحلاف العسكرية أنا أنظر إلى مفهوم الحروب قد اختلف الآن. المقاومات لديها القدرة على إسقاط أي حلف عسكري، اليمن الحديدة نموذج، تموز 2006 نموذج، حروب غزة الثلاثة الثمانية يعني 2008 و12 وال14 نموذج. أنا أعتقد الآن إنشاء يعني قوة من محور المقاومة لديها القدرة على إسقاط أي تحالف عسكري. الأمريكي لن يذهب إلى تجربة عسكرية جديدة معاشه من تجارب أفغانستان العراق سوريا، بات في ذهن الأمريكي حاضر دائما. نعم. هو يريد مزيد من التفاهمات، لذلك ما يجري مع الروسي في سوريا هو نوع من التشارك مرغم. يعني الأمريكي ربما الآن يتشارك مرغما مع الروسي في ترتيب حل سياسي تقصد. التجربة السورية 8 سنين، نحن لا نتحدث عن أسابيع أو عن أشهر، هو فترة طويلة. هو أن يستخدم كل أدواته وكل إمكانياته، كان له مشاركات فعلية. أحيانا نحن ننظر إلى العمليات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية، ضرب الصواريخ أو إغارة جزئية، هذا النمط من الحروب الآن هو القائم وليست الحروب الشاملة. لذلك كل فكرة التحالف الناتو ليست يعني جدية. أنا على أي حال نبقى في دائرة العلاقة الأمريكية الإيرانية وأيضا الأزمة السياسية ما بين دول الخليج وإيران. الزميل قاسم عز الدين كتب في الميادين نت عن دلالات وأبعاد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحوار مع الإيرانيين، مؤكدا تراجع الموقف الأمريكي بشكل دائم إزاء ما يضعه من شروط. نشاهد معا. الميادين نت، هل يلمح ترامب لإيران باستعداده للتخلي عن السعودية؟ قاسم عز الدين. دعوة ترامب إيران إلى التفاوض من دون شروط مسبقة تثبت تراجع ترامب عما أعلنه وزير خارجيته مايك بومبيو في 21 من أيار مايو تحت مسمى 12 شرطا يتوجب على إيران قبولها قبل موافقة واشنطن على التفاوض. ومن أجل تجنب أي التباس يمكن أن يوحي لطهران بأن ترامب يراوغ في دعوته، عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوورت مؤتمرا صحفيا مقتضبا أكدت فيه تأييد وزارة الخارجية لدعوة ترامب. وجاء التأييد على وجه السرعة لمجرد إشارة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إلى تناقض التصريحات بين ترامب وبومبيو. في الحقيقة تتراجع أمريكا عن التهديدات والشروط المسبقة، وتقدم أيضا فوق التراجع وعودا مغرية لمجرد موافقة إيران على المباحثات. فالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز يسهب في تعداد المغريات الموعودة، ومنها اتخاذ إجراءات لإنهاء العقوبات وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية والتجارية الكاملة ودعم وتطوير التكنولوجيا الإيرانية وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد العالمي. ترامب يحاول تسويق لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في حال موافقة إيران في الحملة الانتخابية النصفية التي تحسم رئاسة ترامب لولاية ثانية بعد سنتين. وكما استخدم اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية مادة خصبة في الدعاية المضللة، يمكنه استخدام دعاية أضخم وأهم في لقاء افتراضي مع إيران.
وفي سبيل هذا المسعى الطموح يلمح ترامب لإيران عن استعداده للتخلي عن السياسات العدائية ضد طهران، وهي تشمل بطبيعة الحال وقف مراهنات السعودية على أمريكا في دعم العدائية بكل متفرعاتها وتشعباتها الإقليمية، صمود إيران المبدئي وبحسب موازين القوى الفعلية قد يدفع ترامب إلى تقديم المزيد من التنازلات الملموسة والمغريات. أعود إليك أستاذ أيمن سمير لأسأل في هذا الكباش الإيراني الأمريكي. يبدو وكأنه إيران بالفعل تنجح بتسجيل النقاط في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية بعد لا تمضي شهر أو أكثر على شروط وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، ها هي تمد اليد للحوار ودون شروط. كيف يمكن أن نفسر ذلك مع تداعياته على أو وقعه على العقل الخليجي الذي يجد خصومة متجذرة مع إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة منذ الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات القرن الماضي تسمى سياسة الاحتواء المزدوج. هذه السياسة يقول الأمريكيون أنها تحتوي إيران وتحتوي أكبر قوة سنية سواء كانت العراق وقتها أو كما يعتقدون الناس السعودية في الوقت الحالي. هذه سياسة الاحتواء المزدوج تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في كل الخلافات والنزاعات في المنطقة. مثلا الأكراد والأتراك، هؤلاء أعداء. في الصباح تبدو الولايات المتحدة الأمريكية شديدة القرب من تركيا وفي المساء تدعم الأكراد بكل ما تملك. اجتمع الرئيس باراك أوباما مع دول الخليج في أبريل 2015 وبعدها بأسابيع عقد اتفاق 5+1 مع إيران. في الأزمة الخليجية والرباعي العربي مع قطر يبدو الرئيس ترامب مع الرباعي العربي ووزير خارجيته مع قطر. تبدو أحيانا الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية مع الدولة المصرية وأحيانا أخرى تبدو وزارة الخارجية مع جماعة الإخوان وهكذا. هي لعبة الباليه كما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية، تضع رجل في مكان وتضع الرجل الأخرى في أبعد نقطة من الرجل الأولى. هذه هي سياسة أمريكية معروفة للحصول على أكبر قدر من المكاسب. هي تطرح فكرة الناتو العربي لتدغدغ بها مشاعر الخليجيين وتحصل منهم على الأموال وتحلب دول الخليج، وفي نفس الوقت تقول أن هدفها ليس إسقاط النظام في إيران، ليس لا تعادي إيران من حيث المبدأ، وأن هناك مشكلات يمكن حلها من خلال مفاوضات غير مشروطة. هذه سياسة أمريكية ثابتة ومعروفة وقديمة وفي اعتقادي لن تتغير في المستقبل. وحتى الحديث عن حرب مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران غير موجودة. الحديث حتى عن حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران غير موجودة. لكن في هذه النقطة تحديدا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية ما سمي أن المنتصرون ليسوا بالضرورة أن يجنوا الثمار السياسية. بمعنى أن روسيا ومعها إيران ومع الحكومة السورية ومع حزب الله حققوا انتصارات عسكرية لا يشكك فيها أحد في سوريا. السؤال، هل يمكن ترجمة هذه الانتصارات إلى ثمار سياسية؟ الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذه الفكرة، بمعنى أنها تضغط على روسيا حتى لتحقق الكثير في سوريا، تضغط على الحكومة السورية من خلال السماح لإسرائيل بتوجيه بعض الضربات في القواعد للجيش السوري، تمنع إيران من الاقتراب من الحدود الجنوبية ما بين إسرائيل وسوريا، تمنع توصيل السلاح بطريقة أو بأخرى أو مخازن السلاح الإيرانية أو وصولها للضحية الجنوبية في لبنان. هذا هو الشعار الثاني. النقطة الثالثة وهي المهمة، دائما ما كان هناك ربطا أمريكيا ما بين الخليج وفلسطين أو ما بين الخليج والقضية الفلسطينية. مثلا عندما كانت الحرب الخليجية الثانية 1990-91 في الخليج أو ما سمي بحرب تحرير الكويت، ظهر بعدها على طول اتفاق أوسلو ومناقشات أو مفاوضات مدريد. عند احتلال العراق 2003
كان في المقابل ما سمي بحل الدولتين ومؤتمر أنابولس. الآن يترافق مع ما يطرحه ترامب عن حلف ناتو عربي جديد أو ما إلى ذلك صفقة القرن. وبالتالي علينا دائما أن يكون لدينا يعني عينين. عين على الخليج وعين على القضية الفلسطينية. هناك مساران يسيران دائما بشكل متوازي. عندما تطرح أمريكا فكرة تتعلق بالخليج انتظر منها في نفس اليوم وفي نفس الليلة فكرة تتعلق بالقضية الفلسطينية. كلام واضح واضح سيد أيمن، لكن إذا كان الأمريكي أيضا واضح فيما يطرحه من مشاريع وما يقوم به من خطط، الموقف العربي الذي لديه وضوح تام للموقف الأمريكي هذا كيف يمكن أن يسيره أو أن يجاريه أو أن يكون جزء من هذا المشروع إذا كان صحيحا، خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن وهي إجهاض كامل للحق الفلسطيني وتأييد للسردية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه الأرض؟ أنا في اعتقادي مشكلة العرب أن ليس لديهم مشروع من الأساس. نحن نتحدث في المنطقة مثلا عن مشروع تركي واضح يحاول يحتل من سوريا، تدخل في شمال العراق، في بعشيقة، في غيرها. وهذا في اعتقادي هذا حق لأي دولة أن تبحث عن مصالح أو عن مشاريع قد يصطدم هذا المشروع مع طرف آخر. أو عندنا لدينا مشروع لإيران أن تكون إيران دولة كبيرة، دولة إقليمية لها حقوق إقليمية، هذا أيضا موجود ومن حق إيران. لكن السؤال، هل هناك مشروع عربي من الأساس؟ أنا في اعتقادي لا يوجد. جامعة الدول العربية ماتت منذ زمن طويل. الاجتماعات العربية هي إبراء للذمة العربية أكثر منها بحثا عن الحلول. وبالتالي لا يوجد لا أفكار عربية ولا مشروعات عربية. وبالتالي نحن في وضع المستقبل. قد نتململ، قد يبدو علينا أننا نرفض هذه الأفكار، لكن في النهاية نحن نقبل بكل ما يفرض علينا. أنا في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن تمرر صفقة القرن سوف تمررها. الدليل على ذلك أنها نقلت السفارة من تل أبيب إلى القدس. ماذا فعل العرب؟ لا شيء. لكن هناك طرح ربما يكون ميكافيلي أو واقعي يقول علينا أن نشتبك مع الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسيا وسياسيا، وهذا فقط هو المطلوب. اسمح لي أقدم رؤية مختلفة أستاذ أيمن يطرحها البعض، وهو أنه صفقة القرن لم يستطع ترامب أن يمررها كما كان يعتقد، وقد فشل صهره في ذلك فشلا ذريعا، وبالتالي فتش عن آلية أخرى لاحتواء تداعيات هذا الفشل عن طريق طرح ما يعرف بناتو عربي جديد. دعني أسأل الأستاذ سمير معنا في الاستوديو حول هذه الجزئية، هل بالفعل أجهضت صفقة القرن؟ يعني على الأقل الآن ما يجري من مسيرات العودة تطغى على صفقة القرن. أنا أعتقد حتى يعني استعمال هذه الكلمة هي ليست مشروع سياسي، كون ترامب يعتمد يعني التجارة والبزنس استعمل كلمة صفقة. أنا أعتقد من الصعوبة جدا تمرير هذه المسألة، هذه الأمة لا تزال حية تقاتل، ما يجري الآن من انتصارات يعزز يعني الحال. طيب هل فكرة الناتو بسؤال أخير؟ سؤال أخير، أنا أعتقد ترامب ليس بوارد أحلاف عسكرية أو حروب كبرى، يبحث عن الاقتصاد دون الغطرسة، أي لا يريد معارك أو حروب أو بالقوة الجديدة، يريد مزيد من التفاهمات. وهذا يعني يؤكد بأن لن تكون هناك لا أحلاف ناتو عربي ولا غير ذلك، بالعكس تماما كل ما يسعى إليه ترامب هو يعني إعادة تعزيز الدور الأمريكي اقتصاديا دون حروب. شكرا سمير الحسن الخبير في الشؤون العسكرية، شكرا جزيلا لك. ونشكر عبر الانترنت الأستاذ أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، أيضا شكرا جزيلا لك. ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.